لكن مع ان هم 4 محافظات حدوديه، لكن في اختلاف كبير قوي ما بين كل محافظه والتانيه. ممكن حضرتك كنت اتكلمت معانا قبل الفاصل عن فكره انه الوادي الجديد كمحافظه مثلا فيها 0 جريمه. احنا بنتكلم ثقافيا ايه الاختلافات ما بين المحافظات الاربعه وازاي احنا بنجمعهم مع بعض؟ طيب، هو عامه في الوادي الجديد تحديدا زيرو جريمه دي حاجه في المجتمع يشعر بامان شديد، مجتمع مسالم جدا، مجتمع منضبط، يعني بيحبوا بعض وبيتعاملوا مع بعض وايجابيين مع بعض. حتى عندهم مدينه هناك اسمها القصر، مدينه القصر دي طبعًا. مدينه فاطميه قديمه طبعًا. المدينه دي متصممه انها ما تعملش حرب مع حد، ده اللي يخشها يخسر لوحده، لو مشي في الممرات الحصان يقع، ولو مشي في الممرات يتوه ويطلع بره. هي متصممه بطريقه ان الغازي لما يخش ما يعرفش يحارب حد، وهم يقفلوا البيبان بس هو يتوه ويخرج تاني من المدينه من غير ما حد يحس بيه. سلام، لان هم كانت هي موقع تجاري طبعا وبيهمها ان التجار كان على طريق الحج زمان. فالطريق التجاره زمان كانت الناس مهتمه بانه يحس بامان، التاجر يجي يحس بامان، فلما كان حد بيغزوها ما كانش بيعرف يعمل حاجه، ما بيقدرش يطلع بمكاسب بغنايم فبيخسر، فما حدش بيغزوها. ففكره السلام فكره قديمه قوي في 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 الوادي الجديد، فكره كمان مسالمه. بعدين الوادي الجديد دي مثلا نص مساحه مصر تقريبا، يعني 45%، وكمان تملك يعني فيها كتير قوي. انت بتمشي في الوادي الجديد تلاقي صحراء وتلاقي اخضر جدا، فتقولي هم جنب بعض ازاي مساحه خضراء بالجمال ده جنب مساحه صفراء بالروعه دي، في ايه يا جماعه؟ هي طبيعه مختلفه، طبيعه جميله، يمكن بعد المسافه بس اللي خلاها بعيده يعني شويه عن الاعلام. ومطروح كذلك، مطروح يعني انا عايز اقول لك ان مطروح فيها اماكن ساحليه وسياحيه على البحر احلى من اللي موجوده في الساحل اللي احنا بنروح ندفع فيها فلوس كتير. فيها ميه بكر، فيها اماكن بكر لسه ما اتلمستش. مطروح كمان فيها مساحات كبيره طبعا لولا الجزء الخاص بالحرب العالميه وبواقي العالمين و و و، انما هي منطقه خصبه. ساعات هم بيرموا الحبوب ويستنوا المطر ينزل السنه دي، ينزل السنه الجايه، ينزل في اي وقت، مش فرقان معاهم، لانه كده كده هيطلع انتاج ضخم وقوي وغزير. بتحس ان هي فعلا هبه من الله. طب احنا ايه يا جماعه؟ طب نتجه بالاستثمار هناك، حتى احنا في اتجاهات للاستثمار والدوله بدات تتجه شويه ناحيه الشمال، دي حاجه مفيده. ما فيش احسن من الاستثمار في الانسان. عارف الجميل في الموضوع ان انت المفروض انك جاي تتكلم عن مشروعك اللي هو اهل مصر، لكن هم اللي اجبروك تتكلم عنهم وعن ثقافتهم. يعني احنا المفروض ان احنا جايين نكلمك انت عن قصتك انت. هي دي الفكره في مصر. مصر مليانه، مصر مليانه. جمال حمدان كان ليه جمله بيقول، قال لك مصر تراها، قال لك في 4 أجناس للمصريين، الجنس النوبي وده اللي شخصية لوحده وتراث وثقافة وموسيقى، والصعيديين أو أهل الصعيد اللي هم من شبه الجزيرة العربية أغلبهم عشان كده عندهم لغة الضاد وعندهم عبد الرحمن الأبنودي وغلاف، والسواحلية ودول ثقافة مختلفة خالص، أهل القناة والساحل المتوسطي وأهل الريف. وقال ان مصر اغريقيه في اسكندريه وعربيه في القاهره وافريقيه في اسوان. ده جمال حمدان لما كان بيتكلم عن تشريح مصر. فمصر مش متنوعه، مصر يعني مليئه بكل الثقافات اللي ما تشبعش منها ابدا. هقول لك حاجه لطيفه، في معبد اسمه معبد هيبس في الوادي الجديد، المعبد ده عباره عن مكان لقدس الاقداس الفرعوني، ولما جه الاغريق عملوا بوابه اغريقيه. أيوه. ولما جه الرومان عملوا بوابه رومانيه، ولما جه الفرس عملوا بوابه فارسيه. يا عزيزي، الجامع الازهر مبني باعمده من المعابد المصريه القديمه او أيوه الفراعنه، متاخدين حجر من المعابد وبنين بيها. هي دي الفكره، مصر متنوعه، بس احنا عندنا مشكله ثقافيه بتقول دايما ان احنا بنعاني بنفتت الثقافه، لا أيوه. بنجمعها. أيوه. احنا ليه بنقول دايما ده صعيدي ده مش عارف. يعني الصعيدي يبقى عنده جلد، احنا نقول عليه غبي في النكته، رغم ان هو عنده جلد، دي صفه وصلاده وقوه. صحيح. ده حاجه كويسه جدا، لكن احنا ناخدها في الحته اللي تضرها. نقول لك السواحلي رغم ان يعني بورسعيد والناس دي عملت معركه في 56 قويه جدا طبعاً. وقدروا يقفوا ضد الغازي، يقول لك ده كان بيحكي هجاص. احنا ليه بناخد الصفه اللي غلط؟ احنا عندنا صفات تجمعنا، الثقافه ممكن تقرب الشعوب لبعضيها او تقرب التنوع الثقافي ده، ونقدر نبقى متميزين جدا. وعلى فكره احنا بلد قديمه، لن يستطيع احد انه يجارينا في الثقافه. يعني ده موضوع مهم.